أهلا بكم من جديد. ونبقى في مصر، حيث أوصت لجنة شكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق عقوبات على 20 موقعا إخباريا وقناة فضائية. ورصدت اللجنة 7 مواقع إخبارية قالت إنها نقلت خبرا مفبركا حول إقامة حفل موسيقى صاخب بمدرج إحدى الجامعات دون التأكد من صحة الخبر. وهي مواقع إيجي سعودي والدستور المصري، التحرير، شبابيك، ملتقى جامعة جنوب الوادي، عاجل، قنا وقنا الريف. ورفعت اللجنة توصية للمجلس بتوقيع غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل موقع روج لهذا الخبر. وتواجه مصر انتقادات من منظمات معنية بحريات وحقوق الصحفيين، حيث تقبع في المرتبة 161 بين أكثر الدول انتهاكا لحرية الصحافة. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن دكتور سحر خميس، أستاذ الإعلام بجامعة ميريلاند، وأيضا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي سليمان جودة. أرحب بضيفي وأبدأ معك دكتورة سحر. يعني 250 ألف جنيه غرامة على نشر خبر كاذب، كيف يمكنك التعليق على ذلك؟ شكرا لكم على الاستضافة. نعود للصورة العامة أولا قبل أن نتحدث في تفاصيل هذا الخبر. يعني تحدثنا سابقا في قناتكم المحترمة عن كينونة والهدف من وجود ما يسمى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. قلنا سابقا أن المفروض أن هناك نقابة للصحفيين هي المسؤولة عن عملية تنظيم مهنة الصحافة والإعلام ووضع الضوابط المهنية والأخلاقية للعاملين في هذه المهنة، وهي الجهة المنوط بها حقيقة وضع المعايير الصحفية والإعلامية التي يجب أن يلتزم بها الصحفيين في أداء عملهم. فوجود جهة أخرى سيادية أعلى من هذه الجهة هو أمر خطير، بمعنى أنه يمكن أن تتدخل في كثير من الأمور التي ممكن أن تمثل قيود على حرية الإعلام. قد يكون في بعض الأحيان هناك أخبار زائفة تتناولها بعض المواقع، وهناك مواقع كثيرة يعني موالية للحكومة ومناصرة للحكومة ممكن أن نقول أنها تساهم في عملية تزييف الوعي أحيانا ونشر أخبار غير دقيقة أحيانا، ولا يتم مساءلتها ولا يتم محاسبتها من قبل هذه الجهة أو تلك. فكل هذه أمور يجب أن ننتبه إليها، لأن في نهاية الأمر نحن نطالب بحرية الصحافة والإعلام والتعبير، وكما ذكرت سيادتك مصر الآن في موقع متدني من حيث حرية الرأي والتعبير، وصنفت الدولة 161 من بين 180 دولة على مستوى العالم. فطبعا هذا أمر له تداعيات كثيرة وخطيرة نحن نشير إليها دائما. نعم، ألقي معي دكتورة سحر. أذهب إلى الكاتب الصحفي سليمان جودة. يعني 250 ألف جنيه يعني سيد سليمان لأجل خبر متعلق بإقامة حفل موسيقي في مدرج أحد الكليات أو الجامعات، كيف يمكن فهم هذا الرقم الكبير على هذه المواقع الإخبارية؟ يعني هل هذا نوع من أنواع الترهيب أو نوع من أنواع إثقال كاهل الصحافة؟ يعني اولا نقابه الصحفيين على غير ما قالت ضيفتك من واشنطن لا سلطان لها على المواقع الالكترونيه او المواقع الخبريه، يعني قانون نقابه الصحفيين لا يعطيها حتى الان اي سلطه على هذه المواقع، وبالتالي فالسلطه على هذه المواقع ترجع الى المجلس الاعلى للاعلام، هذا اسمه المجلس الاعلى للاعلام مش المجلس الاعلى لحاجه ثانيه، وبالتالي فهذه المواقع تمارس عملها الاعلامي في ظل مجلس من وظيفته ومن مسؤوليته أن ينظم العمل الإعلامي وأن يضبط الأداء الإعلامي. نمرة اثنين، عندما يعني ينشر موقع أو أكثر موقع خبرا كاذبا من نوع ما أشرت إليه، أظن أنه من الطبيعي أن توقع عليه العقوبة، لأنه خبر كاذب عن حفل تضمن ما يخرج على الآداب العامة في جامعة، هذا كلام ليس هينا، هذا كلام خطير، ولا يجوز لموقع يعني يعمل بمسؤوليه ان ينشره، واذا كان قد نشره فمن الطبيعي جدا ان توقع عليه العقوبه التي ينص عليها القانون لدى المجلس الاعلى للاعلام. يعني كل ما في الامر في تقديري انه المجلس يعني مارس مسؤوليته ومارس مهمته بمسؤوليه وطنيه لا اكثر من ذلك. نعم، ولكن الا ترى ان 250 ألف جنيه مبلغ كبير لهذا الخبر؟ على اي اساس يعني تم تحديد هذا المبلغ بالاساس، سواء من ناحيه الصحيفه او من ناحيه المبلغ؟ تحديدا ولا تقريبا لمثل هذه المواقع، وانما ردعا لمواقع اخرى قد تسلك نفس الطريق. يعني احيانا عندما تكون العقوبه مشدده يكون الهدف منها ردع الاخرين ممن لم يرتكبوا نفس الجريمه، يعني حتى لا يعني تقع مواقع اخرى تحت نفس الاغراء وتنشر اخبارا مماثله.
نعم، ولكن سيد سليمان، المواقع المعلن عنها حتى الآن مواقع يعني قد لا يكون 250 ألف جنيه قد توفرت لها في أي من تاريخها العملي في العمل الصحفي أو الإعلامي. هل الهدف بالأساس هو إغلاق هذه المواقع بإثقال كاهلها بهذه الغرامة أم ما يعني؟ يعني هنا يعني كأن حضرتك بتلومي الذي ارتكب الجريمة ولا يعني يطارئ بتشوف ان اللي ارتكب الجريمه ده بريء واللي بيوقع عليه العقوبه هو المجرم. هذا يعني العكس هو الصحيح. يعني ليس ذنب الدوله او الوطن او المجتمع انه هذه المواقع لا تملك هذا الرقم من المال، لا اعرف طبعا ان قد تملكه او لا، ولكن نحن امام قضيه محدده، مواقع ارتكبت مخالفه او ارتكبت عملا لا يمت الى الاعلام بصله ونشرت اخبارا كاذبه، وهذا هو كل ما في الامر. اما انها لا تملك بقى المبلغ او تملكه، هذه القضيه لا ذنب لنا فيها كمجتمع. نعم، يعني ولكن في ظل موقع مصر من حرية الإعلام، مصر تحتل المرتبة 161 بين أكثر الدول انتهاكا لحرية الصحافة، في ظل هذا الموقع يعني ألا ترى أن هذا المبلغ كبير وهناك ما يمكن فهمه من وراء هذه العقوبة؟ شوفي، يعني الترتيب اللي حضرتك بتشوفي اليه ده 161 ولا 151 ايا كان الترتيب، يعني انا يعني اشك فيه كثيرا. لماذا؟ لانه هذه القياسات او هذا مثل هذا الترتيب يخضع دائما لعوامل سياسيه اكثر منها عوامل اعلاميه مهنيه موضوعيه. ولذلك انا لا اطمئن كثيرا الى مثل هذا الترتيب، ولا ان مصر تقع في هذا الترتيب، لا اطمئن اليه ابدا. يعني كل ما في الامر ان احنا لا احد ضد حريه الصحافه، لا احد ضد حريه هذه المواقع في نشر ما تراه، كل ما نرجوه هو ان تكون هذه المواقع دقيقه فيما تنشره، امينه على مجتمعها فيما تنشره. سيد سليمان، هل تعرف كم عدد الصحفيين المعتقلين في مصر وكم عدد المواقع والصحف التي حجبت خلال الفتره السابقه؟ يعني لما تتكلم عن صحف ولا مواقع ولا كده حجبت، لابد ان تقول السؤال الجانب الاخر، ماذا فعلت هذه المواقع عشان تحجب؟ ما هو يعني ما فيش حد كده بيبقى بيروح على موقع كده وهو امن، يعني بيقول له لا ده يعني انت مغلق لانك بلا سبب. انما هناك سبب، هناك مبررات دائما في التعامل مع المواقع التي تمارس الاعلام على غير الاسس المهنيه والموضوعيه. نعم، ابقى معي الكاتب الصحفي سليمان جودة، أعود إليك بعد قليل. دكتورة سحر خميس، مصر في المرتبة 161 وغرامة 250 ألف جنيه توقع على مواقع يعني أقل ما يقال عنها أنها صغيرة جدا، كيف يمكن فهم ذلك؟ شكرا لحضرتك، نقاط في منتهى الأهمية حقيقة. أتفق يعني لا أتفق مع ضيفك من القاهرة في عدة نقاط. أتفق مع حضرتك أن مبلغ 250 ألف جنيه بالتأكيد هو مبلغ تعجيزي، يعني هو نوع من أنواع التعجيز لهذه المواقع يؤدي بالتأكيد إلى عرقلة عملها وإغلاقها بالكامل. ممكن أن أنا أوجه لها إنذار، ممكن أطلب منها التحقق من صحة الخبر، سحب الخبر والاعتذار عنه، غرامة في حدود مالية ضيقة إذا اقتضى الأمر. هناك عدة وسائل لمحاسبة أي جهة ممكن أن تكون قد نشرت خبرا غير صحيح. أما هذا المبلغ الباهظ هو بالتأكيد نوع من أنواع في رأيي أنا يعني التعجيز، تعجيزي، وبالتالي يؤدي إلى إغلاق هذه المواقع وخاصة أنها مواقع صغيرة. نعود للصورة العامة، ودي نقطة في منتهى الأهمية. يعني ضيف حضرتك من القاهرة قال إن هو بيشكك في صحة هذه المعلومة أن مصر تتصدر المكانة 161 من بين 180 دولة حول العالم. أنا أؤكد لحضرتك صحة هذه المعلومة لأنها أتت من ثلاثة جهات مختلفة وليست من جهة واحدة. جهة منهم هي لجنة حماية الصحفيين، ولجنة منهم هي الصحفيين بلا حدود، والأخرى هي فريدم هاوس. وأنا عملت مستشارة لفريدم هاوس لعدة سنوات مختلفة لكتابة التقرير الدولي لتقييم حرية الصحافة والإعلام في مختلف دول العالم على المستوى الدولي، ورأينا كيف تضع هذه المعايير، معايير دقيقة للغاية، يؤخذ في الاعتبار عدد الصحفيين المعتقلين وهم حاليا 35 صحفي في مصر، منهم 19 واحد معتقلين بتهمة بين قوسين هي ترويج أخبار زائفة أو ترويج أخبار غير صحيحة أو خادعة، وهي كلمة كما نعلم مطاطة
وممكن أن تؤدي إلى اعتقال الكثير من الأشخاص سواء كانوا صحفيين أو مدونين أو نشطاء رأي أو غير ذلك، لأسباب واهية أو أسباب غير حقيقية أو أسباب أيضا نقول عليها أنها مزيفة وأنها خادعة في كثير من الأحيان. فللأسف الشديد، وأنا مصرية وأعتزم مصريتي جدا، ولكن للأسف هذا التصنيف هو تصنيف سليم وقائم على دراسات وعلى بيانات وعلى معلومات مؤكدة من أكثر من جهة متخصصة ذات خبرة في هذا المجال. نعم، ابقي معي دكتورة سحر خميس. أعود إليك مرة أخرى سيد سليمان. سيد سليمان، هل تعلم أن موقع الجزيرة التي يعني أنت ضيفنا الكريم عليها الآن محجوب في مصر؟ يعني برضه حضرتك لما تقولي محجوب في مصر لازم تكملي الجمله وتقولي محجوب لماذا؟ يعني برضه لازم تقولي النصف الاخر من الجمله، محجوب لانه ينشر اخبارا غير صحيحه عن مصر، ينشر اخبارا ليست دقيقه عن مصر. هل يعني تقول انت شيئا غير صحيح يا سيد سليمان؟ بيعمل زي ما قلت يا اخي، انا كل ما هو مطلوب من هذه المواقع تعمل أن تلتزم الأسس الإعلامية المهنية الموضوعية في التعامل مع الخبر، لا أكثر من ذلك ولا أقل. طيب سيد سليمان، هل أنت تقول أخبار كاذبة الآن؟ هل أنت تقول كذبا الآن؟ هل أنت تكذب الآن عندما تتحدث؟ هل كذبت الضيفة في المقابل؟ هل تقول أخبار كاذبة كل يوم على القناة؟ لا، أنت حضرتك بتكلميني عن موقع، الموقع ده بينشر أخبار. هذه الأخبار قطعا عندما تعاملت الدولة معه بالحد لأنها لاحظت أنه ينشر أخبارا كاذبة عنها. يعني أنا دي حاجة ودي حاجة، لما تتكلم عن موقع إخباري فهذا موقع شغلته أن ينشر أخبارا، إذا نشر أخبارا غير دقيقة أو غير أمينة طبيعي أن الدولة التي يعني تقع هذه الأخبار فيها أن تتعامل معه. طيب وفقا للقائمة التي نشرتها يعني شبكة حرية الفكر والتعبير، وهي قائمة موجودة في يمكنك الاطلاع عليها، موقع العربي موقع محجوب، جريدة الوطن القطرية محجوبة، الديلي صباح محجوبة، ايجيبت ديلي نيوز محجوبة، التقرير محجوبة، مدى مصر محجوبة، حرية بوست محجوبة، راصد محجوبة، صوت الأمة محجوب، ترك بريس محجوب، مواقع لمؤسسات حقوقية أيضا محجوبة. يعني حضرتك بتقولي يعني قلتي يعني 10 مواقع ولا أكثر قليلا محجوبة، أمامها عشرات مواقع تعمل بشكل طبيعي، يعني هناك عشرات المواقع وربما مئات تعمل أمام هذه المواقع التي ذكرتيها على أنها محجوبة، بما يعني أنها ارتكبت مخالفة للأسس الإعلامية المهنية الموضوعية، والمواقع التي تعمل بشكل طبيعي لم ترتكب هذه المخالفات. ولكن هناك من يقرأ أنه ما يتم حجبه هو المواقع التي تقول ما لا تريده السلطة أن يقال. لا لا، أنا أتصور أن هذا غير حقيقي، لأنه يعني المواقع التي تعمل والتي أتابعها تنشر وتنتقد حتى الحكومة المصرية وتنشر أخبارا، لكنها كما قلت تلتزم يعني آداب المهنة، يعني كل ما هو مطلوب هو التزام بآداب المهنة كمهنة الإعلام. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سليمان جودة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك دكتورة سحر خميس، استمعت إلى بعض النماذج من القائمة الطويلة التي تقريبا يصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 500 موقع. ناهيك عن المرتبة التي تحتلها مصر في مسألة حرية الصحافة والصحفيين وعدد الصحفيين الموجود داخل السجون، يعني كيف يمكن فهم هذا المناخ المتعلق بالصحافة في مصر وما الذي سيؤدي إليه؟ أنا دائما أقول أنه لا يوجد شيء في العالم كله اسمه حرية بمعنى 100% أو حرية كاملة، لأنها تؤدي إلى الفوضى الكاملة، لكن في نفس الوقت أن يصل الأمر إلى حد من التضييق والحجر على حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية التعبير إلى أن نصل إلى المكانة أو المرتبة 161 بين 180 دولة حول العالم، أن يكون هناك 35 صحفي معتقل في السجون المصرية، 19 منهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وهي تهمة كما نعلم فضفاضة، كما أيضا يتهم النشطاء نشطاء الرأي والمدونين وغير ذلك باتهامات أيضا يعني نقدر نقول أنها فضفاضة وغير محددة ومبهمة وغامضة، انتماء لجماعة محظورة، ترويج لأخبار كاذبة، بلبلة الرأي العام، تهديد السلام الاجتماعي، كلها أشياء فضفاضة الحقيقة لا يمكن أن نضع يدنا عليها وأن نستطيع أن نحدد تحديدا
ما هو المقصود بهذه الاتهامات؟ ناهيك عن أيضا الاعتقالات الغير قانونية ووجود صحفيين يعني في الحجز في الاعتقال منذ أكثر من سنتين، وهي شيء مخالف للقانون الدولي وللقانون المصري أيضا، مثل مراسل الجزيرة محمود حسين هو معتقل في مصر منذ أكثر من عامين، وهذا شيء يخالف القانون الدولي وأيضا ضد القانون المصري في نفس الوقت. عندك شوكان هو أيضا بقاله أكثر من بقاله 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات، منهم عامين أيضا بدون توجيه أي تهمة له. فهذه أمور فيها خرق للقوانين، ونرجو أن يكون هناك إعادة نظر في كل هذه الأمور، لأن في نهاية الأمر كلنا كمصريين نريد أن نرى مكانة مصر كدولة هامة في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم طيب تعود دكتورة إليها. دكتورة سحر، إذا كان هذا هو الوضع، يعني ما الذي سيؤول إليه الموقف في مصر فيما يتعلق بكل هذه التضييقات على الصحافة والصحفيين؟ هل سيكون ذلك مؤشر جيد للنمو والاقتصاد والمتنامي والرخاء والاستقرار الذي تتحدث عنه الدولة؟ لا طبعا، بالتأكيد لما ينظر أي شخص إلى يريد أن يعني يقوم بعمل مشروع في مصر أو يستثمر، بينظر لكل هذه المعايير التي تحدثنا عنها: المناخ العام في الدولة، الاستقرار، حرية الصحافة، حرية التعبير، انتهاكات حقوق الإنسان. كل هذه الأمور في مجملها أو في مجمعها في الآخر بينظر إليها إلى تقييم هذه الدولة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فكل ده بيؤثر على مكانتها وعلى نظرة العالم أيضا إليها. فنحن عندما نرى مثل هذه التقارير تصدر من جهات كما ذكرت موثقه ومؤكده، مثل لجنه حمايه الصحفيين وفريدم هاوس وغيرها، يعني بنحزن لهذا، لان ده في نهايه الامر لن يؤدي الى مناخ جيد ولا الى مناخ ايجابي ولا الى مناخ يعني يساعد على نمو الدوله، بالعكس هو يعرقل في رايي هذه المسيره ويؤدي الى وجود انعكاسات سلبيه كثيره، لان هناك تضييق وحجر على حريه الصحافه. وطبعا بلا شك ان اي شخص الان بيفكر ان هو يفتح جريده أو إن هو يبتدي مشروع إعلامي أو إن هو يعمل محطة أو إن هو يفتح حتى موقع إلكتروني هيفكر 1000 مرة في ظل هذا المناخ، لأنه لا يريد أن يقع تحت طائلة المحاسبة أو تحت طائلة القانون أو أن يطبق عليه غرامة مالية بهذا القدر الباهظ أو المبلغ الباهظ اللي إحنا وضحت تحدثنا الفكرة عنه. دكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام بجامعة ميريلاند، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.